خلاص مختار خلاص، شو بدنا نحن بمدير الناحية؟ العريضة كلها ما راح تروح لعنده، العريضة طالعة لفوق فوق فوق على مجلس الشعب قطع لزق. يعني خليها تجون هيك مثل الزعقة، ما يعرفوا شو صار معهم. كام؟ هي ما قلتها نسيتها. يعني ما رايح عن طريق التسلسل؟ ولك لا عن طريق التسلسل ولا عن طريق التململ. سلنجو ذات نفسه بده يحمله بإيده وياخده على مجلس الشعب قطع لزق لفوق فوق فوق. هي ما قلتها نسيتها. لحظة، إذا سلنجو حاطط إيده بالموضوع إيدي أنا بسحبها. هو علينا بس لحظة، من شان ما تقولوا هو علينا أنتو غيركن. يعني طالما هذه القضية قضية عامة وبتهم الناس جميعا، أنا ما بخلط ما بين الخاص والعام. ها وهي الختم، لأنه الختم هذا رسمي وحكومة وأنا مؤتمر، بدي حطه على العريضة. بس لحظة، بشرط إذا كانت هذه العريضة ما بدها تمر على السيد مدير الناحية. انتو بتعرفوا هاي ام التنافس، ولك التخريمة ذات نفسها اذا حس بده يوصل البلة دعنه بيهفيها هفي. الا ولا مختار، شو صلنا ساعة عم نحكي معك؟ مدير الناحية مدحشو سلنجو من عبكرة الصبح رح ياخده هو بايده ع مجلس الشعب، يعني لفوق فوق فوق فوق. مزبوط الحكي، انا عم اقول لك اياه. شغلة كبيرة لو صغيرة نحن بنحط ايدنا فيها، نحن كبار ما صغار نحن. اها اذا هيك هاي الختم، وراح اعمل اضافة من عندي. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، اضافة الى ما ذكر اعلاه وعطفا عليه تعيين الاكفاء في مديرية الناحية، حيث ان كبار الموظفين يمضون اوقاتهم في العزائم عند مختار تخريمة الفوقة، وهو أكبر مهرب في المنطقة، والإشاعات والمصادر تؤكد أنهم يستفيدون منه بتقديم خدمات مقابل مبالغ نقدية كبيرة يحصل عليها. وتقول الإشاعات أن ثمن توقيع أكبر الموظفين 10,000 ليرة سورية، وثمن خدمه فقط لوحده 25,000 ليرة على ذمة القائل، علما أن هناك أدلة قاطعة ودامغة. ما في داعي نذكر أسماء مشان ما تلحقنا مسؤولية. مظبوط. وبتفهموا له هذا سلنجو إذا بيطير السيد مدير الناحية ثاني يوم بيكون عرسه. ماشي. والله يا الله. لحظة، شو شايف توقيع بالتعفاف هون كمان؟ ها؟ احنا ما بنعرف، نحن من الاول كان علي توقيع سلنجو وعفاف. اصبعوا يلا بالاسم بالانا بالحنشورة. روح سميه.